تضمنت فعاليات مهرجان سنابل حوران السادس للفنون في درعا التي احتضنها مسرح دار الثقافة اليوم معارض فنية وتراثية وعروضا فلكلورية ومسرحية. كل سنة نحن منشارك بمناسبة أعياد تشرين بإقامة معارض، ومنشارك بها المعارض بلوحات تراثية وعمل عملين جداد. شاركة هي عبارة عن أعمال زيتية وأعمال في أعمال استشراق. كل سنة بنسوي الأعمال هاي بمديرية المسرح المدرسي. نحن تعودنا كل سنة بنعمل معرض بمناسبة أعياد تشرين، مشاركات للمدربين والمتدربين، أعمال فنية إن شاء الله أنه تنال إعجابكم. مشاركتي أنا واحدة من المدربين بدائرة المسرح المدرسي بدرعا، حاولنا نحن دائما نشتغل على أعمال إعادة تدوير، استغلال الكراتين، استغلال حتى الزجاج كان أنه نعيد تدويره. فأنا مشتركة بعدة أعمال هون بالقصدير بالكرتون الحجارة الصغيرة. حبينا نقدم بعض الأعمال اللي عنا، سواء شغلنا أو شغل الطلاب بمسرح المدرسي. وللسنة الثالثة الحقيقة مهرجان سنابل حوران عم يتألق بشكل كتير كبير وحلو. بالنسبة لإلي كانت مشاركات أعمال توالف بيئة، حاولنا نعمل منها تحف فنية، ويعني من أشياء كتير بسيطة عم نحاول نعمل فن جميل. جينا اليوم على درعا لحتى نقدم لوحات كتيرة مناسبة انتصار سوريا على كل شيء. قدمنا كتير لوحات منها يا ظريف الطول وجارية حمودة ونامي يا عيني نامي والتحية اللي نهينا فيها هلا هلا. في عروض فنية تم تدريب الطلاب عليها طيلة العام الدراسي من أجل المشاركة في هذا المهرجان الذي تقيمه دائرة المسرح المدرسي في مديرية التربية بدرعا، وهو بشكل سنوي حيث يتم تقديم أعمال الفنية، معرض للفنون الجميلة، وفرقة الكورال تقدم النشيد العربي السوري ووصلة تراثية ووصلة غناء وطني ووصلة موشحات، ثم فرقة المسرح تقدم مسرحية بعنوان الشهادة، وأيضا فرقة الفنون الشعبية قدمت لوحات شعبية ولوحات وطنية.